فاكر اكمل بنفس التسلسل؟ هي دي. ندخل واحد اتنين تلاتة، مش معقول هكتب 200 رقم بالشكل ده. لا يا عم، اسحب واحد واتنين وقول له وتفل. طيب لو قمت قلت له انا ما عنديش الرقم واحد بس وعايز اسحبه، هيديني رقم واحد بس. تيجي هنا خاصية مين؟ الاوتو فيل اوبشن. والاوتو فيل اوبشن بتديني خاصية اسمها الفيل سيريس، واللي بتحول الارقام او النص اللي انت حطيته ده مكرر لنص تسلسلي. طيب لو انا دلوقتي حبيت ادخل تسلسل الشهور وقلت له كمل، هيكمل معايا بقية الشهور. طيب لو انا كتبتها بالاختصار برضه هيديها يعني بالاختصار. طب انا لو قمت كتبت ايام الاسبوع ونغير اللغة بالمرة ونقول له انا عندي يوم السبت وعاوز اكرر ايام الاسبوع، هنا هتيجي معايا الخاصية بتاعتي الاوتوفيل، الاقيها بتكتب لي بقية ايام الاسبوع. طب ما تيجي نشوف الاوبشن اللي موجودة عندي، هتلاقي عندك حاجة اسمها الفيل دايز، يعني املى الايام، فهتملى الايام زي ما احنا حاطينها. لكن لو قلت له الويك داي بالشكل ده، هو هيبدأ يديني من بداية الأسبوع، وده طبعا طبقا للتقويم الايه؟ الأوروبي مش المصري. طيب اللي هو بيبدأ من يوم الاثنين. طيب نيجي بعد كده، لو أنا عندي نص جنبه منه رقم، زي مثلا هقول له product one وقلت اعمل لي أوتوفيل، الأوتوفيل اللي هيحصل ان هو هيكتب لي الارقام ولكن بتسلسل. هي دي كانت فكرة اكمل بنفس التسلسل.